Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Falamma zahu أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.